الى حسونه، تقدم سريع، الثغره موجوده، رائد النواطير، رائد النواطير بالحل الموجود، والتمريره من حسون الشيخ، والفيصلي هدف الصريح لا شيء. هذه يا جماهير الفيصلي تحتفل بهدف التقدم. الفيصلي بالرغم من المعاناه، تمريره سحريه من حسون الشيخ تضع رائد النواطير مباشره في مواجهه حارس المرمى، ورائد النواطير بيسره يضع الفيصلي في المقدمه. إذن الفيصلي هدف الصريح لا شيء. رائد النواطير والاستقبال والثغرة الموجودة كانت ما بين قلبي دفاع لفريق الصريح، لأول مرة نشاهد هذه الثغرة.